الله معكم مشاهدينا. بالحلقات يلي مرقت معنا شفنا سوا اخوتي شو معنى ايمان الايمان، وبفضل الله من خلال ابونا داود كوكباني تعرفنا بالتفصيل على نشيد ايماننا اللي هو قانون الايمان يلي دايما بنقوله بالقداس، يلي بيختصر كل مسيحيتنا، كل علاقتنا بالله وبالناس وكل علاقه الله فينا. بهالحلقة الأخيرة رح ننطلق من كل شيء تعلمناه ونروح لقدام للمستقبل. رح نفتح شباكنا حتى نطل على بكرة، ومعنا جعبة كبيرة من الحقائق يلي ترسخت فينا، ومعنا كلمة حلوة بيتردد صداها فينا وبتقول هيدا إيماني، هذا إيماني، إيماني إيمان قوي، إيمان بطرس، إيمان بطرس إيماني. بهالكلام بنأكد انه الايمان تيستحق هالكلمة لازم يكون راسخ مثل بطرس مثل الصخرة، ولازم يكون غني مليان مثل بولس اللاهوت الاول ورسول الامم، ولازم يكون محب مثل كل القديسين يلي حبوا، والحب قدسهم وبحبهم قدسوا الكون. انجيل التطويبات، انجيل القديسين، هو الخزان يلي بنشرب منه كل يوم، هو الخميرة يلي بتخمر عجين هالأرض كلها، الماضي والحاضر والمستقبل. إنجيل الطوبة هو إنجيل كل إنسان وكل مجتمع بكل زمان ومكان. اليوم أبونا داود مثل كل حلقة هو معنا وحاضر معنا تيغنينا ويزودنا بكل شيء من روحه ومن الفيض يلي هو عم بعيشه. أبونا داود، إنجيل التطويبات هو برأيك بيختصر الإيمان المسيحي؟ وهل صحيح بهالإطار أو بإطار هالمنطق إنه ما في علاقة بالله إلا من خلال الآخر؟ إنجيل التطويبات لمين نعرف نقرأ؟ لأنه في قراءات مختلفة لهالإنجيل، منها تتجاوب مع حقيقة الإنجيل، ومنها مع الأسف منحط عليها أفكارنا وطريقة نظرتنا للأشياء، ويمكن أوقات منشوه المفهوم العميق للتطويبات. مثلا هاخد أمثلة، حتى ربنا يرضى عليك لازم تصير فقير. مش لازم فقير ماديا، حتى فقير بالروح. حتى ربنا يعزيك لازم تحزن. حتى ربنا يشبعك لازم تجوع. يعني فهمت التطويبات وكأنها شرائع، ونسينا انه يسوع اجا يطلعنا من الشريعة. اجا ما يقول لي نيالك لأنك افتقرت، أو نيالك لأنك حزنت. مش الحزن هو التطويبة، ولا الفقر هو التطويبة، ولا الاضطهاد هو التطويبة. نيال المضطهد، لا، شو نيال المضطهد؟ كيف شكل؟ لكن عم بيقول لك الرب انه بكل هودي الحالات نيالك. مش طوبى للذين يسعون الى الفقر، لكن طوبى للفقراء. مش طوبى للذين يسعون الى الحزن، لكن طوبى للحزانة. مش طوبى للذين يسعون الى نقاوة القلب، لكن طوبى لانقياء القلوب. لانقياء القلوب. الى اخره. خلينا نعرف الفرق ابونا. ما هقدر اشرح الفرق. كثير مهم. الفرق بسيط. الفرق انه الله بالتطويبات جاي يلاقيك بواقعك ويقول لك بواقعك انا سعادتك. انا سعادتك بواقعك. نحن عم نحكي خلال كل هالحلقات سوا عم نحاول نتأمل بإيماننا المسيحي. ف
نيالك إذا أنت بفقرك مؤمن إلك ملكوت الله. شو يعني إلك ملكوت الله؟ يعني إلك الله، الله إلك، مش إلك الله بالمفهوم البشري المتداول للكلمة، إله الله شو بدنا نعمل معطر إله الله، لا، أنت الله عطاك زيته. فقد ما تكون فقير روحيا ومعنويا وفكريا وماديا واللي بدك اياه، انت اخذت العطيه الافضل، اخذت الله. بس هون ابونا هل لازم يكون، رح ننتقل لهيدي بالقسم الثاني، بس هلا اللي عم يسمعنا انه بده يفهم انه انا يعني لازم يكون فقير تاوصل تاخذ ملكوت. انا مش لازم اكون فقير، انا بالواقع فقير. هذا الفقير الروحي، يعني الفقر الروحي. أنا بالواقع فقير، فقير يعني أنا بدي أقول شغلي حتى نكون أوضح. شو يعني فقير؟ إذا واحد معه مصاري الدنيا، أوكي، شو بيعملوا له مصرياته؟ إذا أجي مرض اليوم الطب مش قادر يعالجه، شو بيعملوا له؟ ماشي ما بيبقى له منهم شيء. إذا هو مقتنع إنه حياته هن مصرياته، كارثة، لوين وصل؟ إذا هو مقتنع إنه حياته الله، إن وجدوا المصريات أو من وجدوا هو غني مليون. يعني هون الفكرة، الفكرة انه الرب جاي يقول لك شو ما كان واقعك نيالك اذا كنت مع الرب، اذا كنت مؤمن شو ما كان واقعك نيالك. تتذكري بالحلقة السابقة حكينا انه الطموح شق مشروع، وانه الانسان ينمى مشروع، وانه كتير منيح، بس بالنهاية اذا بدك انفي دو كوا لوين، إذا أنفي دو ديو عظيم. من هيك أنا بدي أقول شغلة، إنه التطويبات بتقلك يا إنسان ما تعمل مشاريع لخدمة الله، ترك مشروع الله يتحقق فيك. خلينا نفصل أكتر هنا. فصل أكتر. في ناس بيقولوا لازم مثلا ملكوت الله ينتشر، لازم الناس يعرفوا الله، لازم لازم لازم، تنشوف شو بدنا نعمل. طيب ومن وراء هيدا التفكير طلعت مبادرات كتيرة بالكنيسة. من جملة هالمبادرات المؤسسة اللي احنا هلا هي عم نبث من خلالها، تيري لميان نور سات. طيب بس بدهم مثلا تيري لميان نور سات بدهم بكل لحظة يطرحوا حالهم على حالهم هذا السؤال، نحن عم نعمل مشروع لخدمة الله، يما تيري لوميير هو المشروع يلي من خلاله الله عم يخدم الإنسان. إذا أنا عم بعمل مشروع لخدمة الله مشروعي فاشل. إذا أنا عم بعمل طريقة تمشروع الله يوصل للإنسان مشروع منيح. نعم. يعني اليوم اذا لسبب من الاسباب، ان شاء الله لا، بس انه اذا لسبب من الاسباب هيدا المشروع اللي اسمه تيري لوميير ونور سات وقف، خربت الدنيا؟ لا اكيد مش لازم نقول خربت الدنيا، لانه مش هو المشروع اللي عم يخدم الله، هو المشروع اللي من خلاله الله عم يخدم الانسان. اذا هذا المشروع ما مشي، مشروع الخدمه الاساسيه، مشروع الخلاص الله عامله، لا النورسات ولا التلميير ولا صوت المحبه ولا الخور اللي عم يوعظ بهاي الكنيسه او الخور اللي عم يوعظ بهديك الكنيسه، مش هن اللي عاملين المشروع،
مشروع الله عدمه. من هون عم بقول انه التطويبات مياله يلي ما بيعمل مشاريع لالله، لكن يلي بيحط حاله بتصرف مشروع الله، هذا مياله. وهيدي التطويبات بالعمل، نيالك اذا بتعتبر انه انت ما عندك شيء الا انك تكون بتصرف مشروع الله. اصلا مش هيدا معناته التكرس الرهباني، مش هيدا معناته التكرس بالحياه الكهنوتيه، مش هيدا معناته الدور الرسولي للعلماني، هذا هو انه كون فعلا وبالعمل انا بتصرف مشروع الله. بس هون ابونا ما في شيء عم يتناقض مع قصه العمل او المبادره مني انا كانسان حتى اكون انا كمان عم ساهم بايصال الرساله، عم ساهم كمان بانماء الكنيسه، ما انا فرد انه انا بس هيك بدي اوقف انطر ما في عمل. المثل اللي نقيته هو مثل كثير واضح. نعم. تيري لوميير ونورسات. تيري لوميير ونورسات مبادرة. أكيد. ها؟ ولو كان صاحب المبادرة أنا بحب كثير نحكي عنه يعني. بس تيري لوميير ونورسات مبادرة. مبادرة بالكنيسة. بس خليني أقول شغلة. هيدي المبادرة مين أخذها؟ بصرف النظر عن شخصه يعني. اللي أخذ القرار هو إنسان بيصلي. نعم. هو إنسان تلمس حاجات نشر كلمة الله، وهو إنسان شاف إنه هيدي طريقة من الطرق يلي منقدر من خلالها نوصل كلمة الله للبشر. نعم. يعني هون العمل إنه مقرون بالصلاة، انه كان نتيجة صلاة، مقرون بالصلاة ومقرون بالمشروع الالهي. المشروع الالهي انه توصل كلمة الخلاص لكل انسان. نعم. طيب هلا ومن هون بدي اقول انه المؤسس او المبادر بده يكون عنده روح التخلي، لانه هو ما عم يعمل مشروع لله، هو عم يعمل مشروع لخدمة مشروع الله. وبالتالي إذا الله شاف إنه مخططه غير هيك ووقف هذا المشروع، بدي يكون أنا عندي حرية داخلية هالقد قوية إني أقول أوكي هذا المشروع قام بدوره، عمل اللي لازم يعمله، وهلا خلص. لما بحقش على مشيئة الله من خلال الأعمال. صح. إذا بدي أحكي عاطفة، إذا بدي أحكي حماس، إذا بدي أحكي كذا، أقول ترمية مش لازم يوقف، نصار مش لازم يوقف، وأنا وأنت كل واحد منا بده يسعى تما يوقف. نعم. لأنه إذا وقف من إيدنا مشكلة. إذا وقف من إيدنا مشكلة. بس إذا إرادة الله إنه يوقف لازم يكون عندنا الحرية الداخلية الكافية. هيدا الفقر وهيدا الحزن وهيدا الجوع والعطش، إيه؟ اللي بيخليني اقبل اني ضل جوعان. المهم انه يكون الله عم بيحقق مشروعه فيي وبالاخرين. اكيد هذا لا يعني ابدا اني بدي وقف المبادره. وخطا اللي بفكر انه التطويبات يعني توقف المبادره. انت تكون فقير وربنا بيغنيك، انت تكون جوعان وربنا بيشبعك. في سلبيه بيكون بهالمعنى. بالعكس عم بيقول لك نيالك بفقرك، لانه بفقرك قادر تاخذ مبادرات. نيالك انه كثير ناس بيتحججوا، عرفتي؟ انه طيب انا مني تعمل هالشغله؟ مني انا تاخذ مشروع الله؟ حتى اللي بالنهايه خدموا مشروع الله، خدي موسى. ها؟ خدي القدرة ذاتها. كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ بالنهاية الرب شو قال لها؟ الروح القدس يأتي. العمل بالعمل أنا بعمله، بس أنت بتفوتي بهذا المشروع.
بدك تاخدي مبادرة وتفوتي بالمشروع. وأمنا مريم أخذت المبادرة وفاتت بالمشروع للنهاية. من هيك بتقول إنه التطويبات مش ضد المبادرة. خليني أرجع لفكرة كتير أساسية. فإذا يلي كنا عم نقولها إنه التطويبات منا شريعة، هي روح. إجت تاخد أو تكمل إذا بدك مثل ما قال الرب شريعة موسى، ما جئت لأنقض بل أكمل. بس ما بتكمل شريعة بشريعة، بتكمل شريعة بروح. اجوا التطويبات يحطوا الروح الأساسية، يعني انك تكون منفتح على الله بواقعك مثل ما هو، حتى ولو كان واقعك مثل ما هو بنظر البشر واقع ميؤوس منه، واقع ضعيف يعني ما لك حق. بضعفك ربنا بيحقق من خلالك مشروعه للبشرية. مين ما كنت تكون، مين ما كنت تكون. إذا بدك تسمحي لي بدي جرب هيك أخذ كل وحدة وعلي عليها نتفة صغيرة. نعم. أول ملاحظة، قديش في فعل مجهول بهال بهالتطويبات. نعم. طوبى للحزانة فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. نعم. أوقات بنقراها غلط مع أنه بتعطي نفس المعنى، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون أو يشبعون. نعم. بتعطي نفس المعنى. بس هي لازم يشبعون. نعم. ليه؟ لأن الفعل المجهول يشير إلى الله، احتراما لاسم الله كي لا يلفظ اسم الله بيستعملوا المجهول. نعم. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون أي ينالون رحمة الله، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون أي الله يشبعهم الله. من هون بدي أقول إنه شو ما كان واقعك الفاعل الحقيقي هو الله، وانت نائب الفاعل. حلوة هالتسمية بالعربي، الفاعل ونائب الفاعل. ما ننسى انه باللغة العربية بالقواعد حكم نائب الفاعل هو حكم الفاعل. نعم. مرفوع مثل الفاعل الى اخره، معنوع عملية مفعول به، لكن حكم حكم الفاعل. حلوة، أنا نائب الفاعل، أنا أشبع بس يشبعني الله، أنا نائب الفاعل بس حكمي حكم الفاعل. وهون برجع لفكرة المبادرة، وكأني أنا شبعت، كأني أنا تعزيت، بس بالواقع الله عزاني والله شبعني والله رحمني إلى آخره. وبيسوى يكون كمان أنه هو الآخر يلي هو خيي، يعني الإنسان يلي هو عم بيكون عم بمدل الإيد لحتى اتعزى وحتى اشبع وحتى بقدر ما الآخر الله عم بحاول يعمل مشروع الله بحياتي مش مشروع بحياتي. صحيح صحيح. قلناها بحلقة سابقة أنه بالنهاية أنه الله بيرحمني عبر رحمة الإنسان الآخر إلي، طبيعي. بس هم بدي أقول شغلي، بدي أتوقف عند طوبى لأنقياء القلوب. أنقياء القلوب مثل الأطفال اللي بيحكي عنهم الإنجيل، يعني هودي الناس يلي يتلقون الحقيقة، كل الحقيقة من مصدر الحقيقة من الله. هودي أنقياء القلوب. القصة مش قصة نجاسة وطهارة وما بعرف شو، بقدر ما القصة قصة إذا بستعمل كلمة فرنسوية إنه هالإنصاص الأساسية، هالبراءة. نعم. براءة هالطفل يلي ما ادعى ولا يوم إنه هو مصدر معرفة، إنه هو مصدر حقيقة. بالعكس، براءة الطفل يلي
بيسأل كتير. انت ام لي وبتعرفي بعمر معين بيهلكوكي ولادك بأسئلتهم. لأنه بنظرهم انت بتعرفي الحقيقة مش هني. انت المنبع. بقى الأنقياء القلوب هني هادو اللي بيبقوا قدام الله أطفال. يعني بيبقوا مصرين انه مصدر كل حقيقة هو الآب السماوي. وتجلي هذه الحقيقة هو الابن يسوع المسيح. وتحقيق هذه الحقيقة فيه هو الروح القدس. فمن هون دعوة انه نلاحظ كيف كل هالاشياء بصبوا باللي كنا عم نقول من الاول انه التطويبات منه شريعة. بقدر ما هني انفتاح في واقعك على محبة الله لك. أبونا بدنا نشكرك على هيك الأشياء الجديدة اللي دايما بتفتح لنا إياها. رح نصلي مع المشاهدين قبل ما نكفي نحن بحلقتنا بالقسم الثاني عن إيماننا اليوم وإيماننا بكرة. رح نصلي مشاهدينا نحن وياكم ونرجع نكفي حلقتنا. Yeah.
الحب هو الجواب. هذا هو يمكن اللي بيختصر كل الحلقات وكل المشاريع وكل الأقوال اللي ممكن أن نقولها بإيماننا. بالقسم الثاني والأخير من الحلقة الأخيرة بدنا نتلاقى مشاهدينا، بدنا نسأل أبونا داود عن واقع الإيمان اليوم وبالحاضر وبالمستقبل. إذا كان الإيمان منترجمه بالممارسة بالالتزام بالدعوات الكهنوتية والرهبانية، منلاحظ أنه موجود بدول كتيرة بالعالم ومنا بلبنان ومشكر الله، وأنه بالمقابل هو غايب عن دول كتيرة تانية خاصة دول غنية دول صناعية. وهون ممكن السؤال بينطرح، هل الغنى أو الترف والرفاهية ببعد الإنسان عن الله؟ وهل المطلوب أنه الإنسان والمجتمعات تضل فقيرة تضل تعرف الله وتصلي؟ منكفي بذات النمط من التفكير ونسأل عن مستقبل الإيمان بالأرض. قديش هالوسائل الحديثة، التكنولوجيا، الكمبيوتر، الإنترنت، الساتلايت وكل وسائل الاتصال الحديثة، قديش بتساعد أو بتضعف العلاقة بالله؟ من جهتنا بنورسات عم نحاول نخلي التكنولوجيا بخدمة البشارة. وعطى مثل أبونا داود بأول قسم من الحلقة عن النورسات والتلاميير، إنه هن المشروع يلي من خلاله توصل كلمة الله، هو مشروع الله. ونعرف قديش نحن هالنورسات عم تعطي مفعول، بس كم نورسات في بالعالم وشو تأثير النورسات قدام ميات المحطات يلي عم بتكب سموم على المشاهدين. أبونا داود شو رأيك؟ سؤالي لي محرج وصعب، والفترة المعطاط لنا كمان قليلة محرجة. خليني أقول شغلي. أولا، مين اللي بيقدر يقول من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن؟ عددت مقاييس مثل الممارسة، مثل الالتزام، مثل الدعوات الكهنوتية والرهبانية وغيرها كتير. وبعد شيء يعني في غيرها كتير، بس حتى هاي ممكن يكون في إلها أبعاد سوسيولوجية وما تكون بالعام كتير إيمانية. ممكن مثلا نحن بنعرف كتير منيح أنه بكتير بلدان من بعد حروب كتير كبيرة وأزمة هوية وأزمة وجود وقلق مصيري وإلى آخره تتعبى الأديار. بعد نتفى ترجع بلش تفلس. نحن بنعرف مثلا أنه بلبنان في ظاهرة غريبة انعكست المقاييس. بفترة من الفترات كان في كتير دعوات رهبانية للفتيات، وكانت كتير خافة الدعوات الرهبانية للرجال والدعوات الكهنوتية. هلأ عم نلاحظ العكس. نعم. الدعوات النسائية عم بتخف كتير والدعوات الرجالية عم تقوى. وهنا بيطرح سؤال، ليه؟ يمكن لأنه البنت كانت تشوف أنه تفوت على الرهبنة هاي بروموسيون، تتعلم إلى آخره كذا، وكانت تهرب من جو البيت يلي عمليا كان عم بيعيشها حبس. بتحس انه الرهبنة حررتها منه. اليوم صار العكس، البنت عم تتعلم ببيتها، والبنت اكتر واكتر صارت حرة من الضغط الاجتماعي اللي كان عليها، ويمكن صارت تشوف الرهبنة حبس فما بقى تروح. يعني اللي بدي اقوله انه عمليا انه نضبط مقاييس للايمان شغلي فيها كتير التباس. وكلام الرب قوي كتير، رح
حكينا عنه بحلقة من الحلقات، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. يعني بس ما نقول شغلة، الإيمان شغلة وحده الله بيقدر يقول من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. لا أنا فيني أقول ولا أنت فيك تقولي. من هيك إذا بتلاحظي الكنيسة بتقول فلان قديس، بس ولا مرة بتقول فلان مصيره جهنم، ولا مرة. هلأ السؤال المطروح، حتى ما نكون عم نعيش بأوهام، أكيد عالم اليوم بتقنياته بتقدمه العلمي بكلها عم بيرجع بيطرح تساؤلات كتير كبيرة، انه الله بيحقق، الله بيعمل، الله الله الله، يا أخو العلم ما بيعمل. اجا المسيح يعمل خلاص كوني، يحول علم اليوم صار فيه تواصل كوني، الانترنت وكذا تواصل كوني. واليوم بيبعثوا صاروخ على المريخ وبضلوا على تواصل معهم. اوكي، ما في شك انه هذا التقدم العلمي طرح على الايمان تساؤلات كثيره، والايمان اللي عم ينمى طبيعي يكون عم يمرق بازمات. يعني اليوم اللي بده يقول انه الايمان ما عم يمرق بازمه بيكون ما عم بيطلع، مش على الارض، ما عم بيشوف. صحيح، لكن كمان اليوم يلي ما بيشوف شو عم بيصير بالعالم اللي بيعتبر حاله عالم علماني، عالم مادي، عالم ملحد، انه كل القيم يلي عم بدافع عنها هي بالاصل قيم انجيليه. اليوم اذا انا بقرا شرعه حقوق الانسان يلي هي شرعه لا دينيه، بدنا ننتبه منا شرعه مسيحيه، نعم، بس مستقات كلها من الانجيل. اليوم وقت الناس بيحكوا لك عن انه كرامه الانسان، حكينا بالحلقه الماضيه، لما كل الموضوع هو موضوع مسيحي بالانسان مرتبط بالتجسد. يعني خميره المسيحيه خلاص انزرعت بهيدا العالم وعم تفعل. فاذا بدي اشوف انه في ازمه، صحيح، بس كمان بدي اشوف بالمقابل فاعليه الايمان المسيحي بالكون. من هيك اليوم وقت اللي اجوا يعملوا الدستور الاوروبا المتحده، ويوحنا بولس الثاني السعيد الذكر، وهلا بنديكتوس السادس عشر، وقت اللي عم بيركزوا انه يا عمي لازم بالدستور الاوروبي تذكروا الجذور المسيحيه لاوروبا، بيعرفوا شو عم بيحكوا، انه بالنهايه كل القيم اللي عم بتعيشوها اليوم هي نابعه من هذا الايمان اللي عم تتنكروا له. بس كمان هون بدي اطرح سؤال تاني، بدي اجي اخذ مثلا، انت ذكرتي لبنان وذكرتي كل هالدول الفقيره، قلتي انه فيها انتماء ديني كتير كبير، والدول الغنيه لا بعضها، يعني انه حتى ما نكون عم نعمم، ايه ما بدنا نعمم اكيد، بس السؤال مطروح، كمان السؤال مطروح. يعني اليوم مثلا اذا انا بتطلع باللي بسميهم مؤمنين بلبنان، يعني بيمارسوا بيروحوا كل احد على الكنيسه الى اخره كذا، واللي هن كتار، وبدي اطلع بالمؤمنين الممارسين باوروبا اللي هن قليل، بامريكا هن اكثر خصوصا بالجنوبيه، يعني هن قليل، بطرح سؤال قديش بين المؤمنين بلبنان نسبيا في مؤمنين حقيقيين، وقديش في مؤمنين سوسيولوجيين. يعني اذا بتروحي على اوروبا اليوم، هذا الانسان المؤمن
رايح للآخر بإيمانه ملتزم للآخر للآخر للآخر. بينما هون بيحكي عن دين وكار، ما عنده مشكلة يكون مسيحي وبتناول كل أحد ويكون عم يطرق كل كذبة بتجارته على دراسه، ما عنده مانع. هو عم بيمارس كمان. هاي بتطرح سؤال انه شو مقياس، انه شو هلا؟ ما في شك انه الغنى والفقر عوامل سوسيولوجيه اساسيه بمظاهر الايمان. بس بعمق الايمان برجع للقسم الاول من حديثنا، اذا واحد عنده هيدا الفقر اللي بتحكي عنه التطويبات، هيدا الحزن اللي بتحكي عنه التطويبات، بصرف النظر ساعتها عن وضعه السوسيولوجي فقير او غني الى اخره، بالنهايه هيدا المؤمن الحقيقي. هلا وبما انه الوقت كتير عم يركض بدي اوصل لنقطه اخيره، هل انا متفائل بمصير الايمان او انا متشائم؟ بقول لك بكل بساطه ما بقدر اكون متشائم اذا انا مؤمن بحب الله للانسان، والا بكون مش مؤمن بحب الله للانسان. اذا انا بدي اقول لك متشائم حول مستقبل الايمان، معناتها بكون عم اقول لك بكل بساطه انا مش مؤمن. يعني انا بتمنى انه يكون احساسي وحدسي وحلمي صحيح، بتمنى حقيقه اكون هالانسان المؤمن وبالتالي المتفائل بانه ابواب الجحيم لن تقوى على كنيسة الإيمان. حلو كتير أمونا. يعني وقتنا صحيح قرب أنه ينتهي، وكل حلقة كنا نختم بطريقة. بهذه الحلقة حب أنه بعد ما هيك بس بدي أعلق بالموضوع، حب أنه نكون عم نختم بصلاة منك أبونا داود. بس أنا بدي أعلق على شغلي عن السؤال يلي حضرتك جاوبت عليه بدون ما أنا أطرحه، سؤال الشخص إذا أنت خايف على مصير الإيمان. وأنا كمان هون عندي تعليق صغير أنه الله يلي اعتمد عدة وسائل حتى يخلينا نفهم قديش هو بحبنا، وكانت أهم وسيلة وأعظم وسيلة هي أنه أعطانا ابنه. بقى أكيد هيدا الإيمان ما فيش خوف عليه، يمكن نمارس خطأ يمكن ننسى، بس هو بعده البي يلي فاتح إيديه نطرنا. صحيح. مشاهدينا أنا بدي أشكركم لأنه تابعتونا على 13 حلقة. إن شاء الله يكون هيدا البرنامج قدر أنه يحقق الهدف يلي من أجله نوضع واللي من أجله كنا عم نشتغل حتى كلمة الله توصل من خلاله. كان الموضوع عن الإيمان، ومن الرب بيقول أنا معكم حتى منتهى الدهر، لا تخافوا أنا غلبت العالم. بهالتطمينات أنا بدي أختم الحلقة عن الإيمان، وإن شاء الله منكون عم نبلش حياة جديدة. الموضوع خلص إنما الحياة مستمرة، وحياتنا الجديدة مع الرب إنه حقيقة نكون عم نعيشها بعمق الإيمان. بدنا نختم بصلاة مع أبونا داود، وإن شاء الله منلتقى ببرامج أخرى. أبونا، يا رب تأملنا، فكرنا وصلينا، قلنا انه على الايمان ما في خوف، وفرجيتنا انت كذا مرة انه مطرح ان احنا منفكر انه ما في ايمان، يمكن في ايمان اكتر من عنا. نتذكر بايمان الكنعانية يلي هي براد شعب العهد القديم، منتذكر انه ايليا راح لعند ارملة من صرفة صيدا يعني السرفاند، واشاع عند نعمان السرياني، وكنيستك اليوم عم بتروح صوب الامم وعم تكتشف مجدك بكتار من الناس عيشوا عمق عمل الروح فيهم، ولو بعد ما أعلنوا إيمانهم بالصيغ والمفاهيم اللي نحن بنعلن فيها إيماننا، نحن بدنا نقول لك يا رب شكرا
لأنك حملتنا مسؤولية أنه نكون شهود لهالإيمان. بس بنفس الوقت بدنا نقول لك شكرا على كل تحرك إيماني بهالكون في بذور حقيقة، ويمكن أوقات بيتحدينا حتى نتحدى ذاتنا ونكون كل يوم أكثر من يوم شهود لحقيقتك، شهود لحبك. إلك المجد. آمين. Thank you.